أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. كيف يمكن قراءة تصريحات العبادي أن الحشد باق تقوده الدولة والمرجعية؟ محللون سياسيون يرون أنها تصريحات غير موفقة، وهي مخالفة لمنطق الدولة ومخالفة أيضا لمركزه كرئيس وزراء العراق، لأنه بذلك بهذه التصريحات يضفي عليها صفة الطائفية، وهو مخالف لأسس الدولة المدنية. منذ بداية تأسيس الحشد الشعبي بفتوى الجهاد الكفائي عام 2014 أصبح مصدر جدل وخلاف ومشاكل بين الأطراف المختلفة. كانت في بدايتها اعتراضات سنية بسبب الانتهاكات التي ارتكبها ضد مكونهم، وانتقلت بعد ذلك حتى اليوم إلى الأطراف الشيعية ليكون أيضا مثار جدل. وللمعلومات مشاهدينا الكرام، وقبل القراءة في ثنايا الأحداث، فإن ميليشيا الحشد الشعبي تأسست بفتوى سيستاني عام 2014، بينما أقر مجلس النواب عام 2016 قانون الحشد، إذ يبلغ عدد ميليشيات الحشد الشعبي نحو 130 ألف مقاتل يشكلون 45 فصيلا. أبرز قيادات ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض، أبو مهدي المهندس، هادي العامري، قيس الخزعلي، بينما أشهر الفصائل المسلحة المشاركة في ميليشيا الحشد الشعبي هي منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وكذلك سرايا السلام وسرايا الخراساني. بحسب منظمات دولية وبالتقارير الموثقة، ارتكبت ميليشيات الحشد جرائم مروعة بحق المدنيين في محافظة نينوى، في محافظة الأنبار عفوا، الموصل، كذلك صلاح الدين، كركوك، ديالى، مناطق أيضا في حزام بغداد. إحصائيات تتحدث عن مقتل واحتجاز وتعذيب آلاف المدنيين على يد ميليشيات الحشد، فمنظمة العفو الدولية اتهمت هذه الميليشيات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، بينما اتهمت الأمم المتحدة ميليشيات الحشد بتعذيب المدنيين لانتزاع اعترافات منهم بالقوة وبعد ذلك إعدامهم خارج إطار القانون، فضلا عن اتهامها لهذه الميليشيا بارتكاب جرائم بدوافع طائفية ما بين العامين 2014 و2016. أما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي باستباحة المدنيين ونهب ممتلكاتهم، ولديها إثباتات على ذلك بالصوت والصورة والشهود العيان، وتقاريرها قد صدرت بهذا الشأن. بينما راحت العفو الدولية تتهم الحشد الشعبي بانتهاك حقوق الإنسان باستخدام أسلحة أمريكية وأوروبية. السؤال المطروح مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والذي نسلط الضوء عليه: ماذا يعني قول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحشد باق تقوده الدولة والمرجعية؟ ومن يتحكم بمفاصل القرار في العراق؟ الدولة تتحكم أم المرجعية تتحكم؟ كيف يكون أو سيكون مصير ميليشيات الحشد الشعبي بعد مطالبات من داخل الحكومة، على سبيل المثال على لسان مقتدى الصدر، بتقنين وضعها أو بدمجها داخل المؤسسة العسكرية في العراق؟ لماذا الإصرار على عدم حلها من قبل الحكومة أو من قبل رئيس الحكومة واعتبارها ضامنة للعراق؟ هل بقاء هذه الميليشيات ستؤسس دولة مدنية رغم أنها متهمة بارتكاب مجازر مروعة مثل ما تحدثنا قبل قليل ضد المدنيين العزل وإعدامات خارج إطار القانون، وكذلك دعشنة جميع المدنيين تحت يافطة محاربة داعش؟ للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريمين. ضيفي في الاستوديو السيد نظير الكندوري، الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك معي في الاستوديو أستاذ نظير. حياك الله. أيضا أرحب بضيفي من عمان عبر الهاتف الدكتور نزار السمرائي، الكاتب والمحلل السياسي، سينضم إلينا لاحقا دكتور نزار مشاهد وهو حاضر معنا الآن. دكتور نزار مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وحياك الله وحيا الله ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور نزار السمرائي، الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ الحوار لنشاهد معا هذا التقرير الذي أعد بخصوص ميليشيا الحشد عن تأسيسها وأبرز مكوناتها، وكذلك أيضا يعني اتهامات المنظمات الدولية لها بارتكاب مجازر ضد المدنيين. لنتابع.
تابعنا معا سوية هذا التقرير عن ميليشيا الحشد، وأبدأ بالحوار معك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. كيف تابعتم أستاذ نظير تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي قال فيها بأن الحشد باق تحت قيادة الدولة والمرجعية؟ كيف قرأتم هذه التصريحات؟ يعني هذا التصريح إلى عدة وجوه يمكن تفسيرها بها، ولكن للوهلة الأولى عندما تسمع شعار العبادي بأن الحشد باقي يذكرنا بشعار تنظيم داعش بالدولة الإسلامية الذي يقول هي باقية وتتمدد، وعلى ما يبدو أنهم اقتبسوا نفس الشعار ويقولون أن الحشد باقي. لكن هذا الكلام المنسوب للعبادي يتحمل عدة وجوه، واحدة من وجوهها بأنه يريد أن يحاول يعني اتقاء شر تلك الميليشيات المنضوية تحت الحشد الشعبي، وهو الآن ربما يكون في أضعف حالاته بسبب ما سوف يقدم عليه من محاولة الخروج عن كتلة دولة القانون والخروج بمسمى جديد وكتلة سياسية جديدة تحضير الانتخابات القادمة. فهو بالتالي يعني يحاول أن يتقي شرها تلك الميليشيات، وهو يعرف لأنها تدين بالولاء إلى إيران وتؤيد المالكي في المستقبل السياسي العراقي. يعني هي الميليشيات تضم صوتها لرجوع المالكي لولاية جديدة يعني بالضد من العبادي. هذا وجه. والوجه الآخر اللي ممكن نستنتج من كلامه هو يقول أن مرجعية هذه الميليشيات أو الحشد الشعبي هي ترجع إلى الدولة وبالذات لرئيس الوزراء، والأمر الثاني أن مرجعيتها تكون إلى المرجعية المتمثلة بعلي السيستاني. ربما هذا يفسر لنا الكلام الذي يدور على أن علي السيستاني ربما في القريب العاجل يخرج بفتوى جديدة لحل تلك الميليشيات، على اعتبار أن الجدوى أو التي تم تأسيس هذه القوات لمحاربة داعش قد انتهت الآن بنهاية هذا التنظيم، وبالتالي فإن ضرورة بقائها سوف تنتفي، ومن الممكن أن يخرج بفتوى لحل هذه الميليشيات. لذلك هو ربطها هذه الميليشيات أو هذا الحشد بالمرجعية الدينية المتمثلة بعلي السيستاني وبشخصه هو كرئيس للدولة، رئيس وزراء في الدولة العراقية. نعم دكتور نزار السمرائي، مرحبا بك مرة أخرى. يعني كيف تعلقون أو كيف قرأتم تصريحات حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي التي قال فيها إن الحشد باق وهو تحت قيادة الدولة وكذلك المرجعية؟ يعني من يقود هذه الميليشيات، الدولة أم المرجعية؟ في تقديري أن حيدر العبادي لديهم الخصوم السياسيين والمسلحين عدد كبير أو فئات كثيرة مسيطرة على الشارع العراقي، وإيران كذلك لا تريدها يبقى في منصبه، وحيدر العبادي راهن على الدعم الأمريكي، ولكن هذا الدعم لم يتحول إلى قوة حقيقية يمكن أن تكافئ النفوذ الإيراني أو يمكن أن تحجم منه وتترك حيدر العبادي طليق اليد في قراراته. ولذلك لم يرد أن يضيف إلى رصيده من العداء والكراهية رصيد المرجعية، فأراد أن يحيدها على الأقل ويربط مسألة استمرار الحشد بها ويجعله مناصفة بينه وبينها، أي أنه انتزع من المرجعية نصف سلطتها على هذا الحشد بعد أن كانت سلطة هذه المرجعية كاملة على هذا الحشد عند تأسيسه. أنا في ظني أن حيدر العبادي يراهن على موضوع الزمن ويقول بأن أصل الفتوى في المذهب الجعفري أن الفتوى تموت بموت مطلقها المرجع، ولذلك يمكن أن يكون الزمن قد حسم هذه المعادلة أو هذه المعركة، وعندما يعلن عن موت علي السيستاني فإن فتواه بشأن تشكيل المرجعية هو قد انتهت تماما، أو أن المرجع هذا عندما ولكن يصل دكتور إلى نزار قناعة. دكتور نزار إذا سمحت لي، هناك شيء يعني ربما يعني يتخالف مع قولكم، يعني إن سمحت لي
مثلا أمين عام ميليشيا سرايا الخراساني علي الياسري في لقاء له على قناة تلفزيونية قال يعني الدولة ليست من شكلت سرايا الخراساني، وبالتالي السرايا غير ملزمة بقرارات الحكومة. أيضا يعني يقول فيما لو انتهت معركة الموصل حيثما اقتضت المصلحة كشيعة وكعاملين في مجال المقاومة سنكون هناك. يعني هل هذا يدل على أنه فعلا عندما لو حصل ظرف معين فإن الفتوى تنتفي بانتفاء الظرف هذا أم ماذا؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر وإلى تصريحات علي الياسري؟ أنا في ظني أن هذا الأمر لا فتوى المرجعية لا تنطبق على كل ميليشيا باسمها، وإنما تنطبق على ما يسمى بالحشد الشعبي كإطار عام أعلن عن انضمام هذه الميليشيات بكل ميليشيا من تلقاء نفسها أو بإرادة الدولة انضمت إلى هذا الحشد الذي تم تشكيله بموجب فتوى علي السيستاني، وبالتالي أرادت أن تحصل على شرعية التحرك وشرعية الحصول على امتيازات الدولة وسلطة ومظلة الدولة بحمايتها من كل مساءلة عن طريق الزعم بأنها جزء من الحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة التي يقودها القائد العام للقوات المسلحة. ولكن عندما يتقاطع ويتصادم وجود الحشد الشعبي مع وجود هذه وكل ميليشيا على حدة، فإن هذه الميليشيات سرعان ما ترتدي رداءها الخاص وتعلن تمردها على تشكيلة الحشد الشعبي الذي تم تشكيله سواء كان بفتوى علي السيستاني أو بتشريع مجلس النواب. لذلك أقول الفتوى الخاصة بعلي السيستاني لا تتعلق بميليشيا فيلق بدر ولا بميليشيا عصابها للحق ولا بأي ميليشيا تحت اسمها الخاص، وإنما تتعلق بالإطار العام الذي اسمه ميليشيا الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة التي تم إقرار قانونها بقرار مجلس النواب استجابة للأغلبية التلقائية في مجلس النواب استنادا إلى فتوى علي السيستاني. أستاذ نظير، كيف قرأت إعلان مقتدى الصدر وسط حشد من أتباعه بمطالبته بحل ميليشيا الحشد الشعبي من خلال دمج عناصره المنضبطة وبالمؤسسة العسكرية الرسمية وسحب السلاح من العناصر غير أو من باقي الميليشيات وحصره فقط بيد الدولة؟ هذا التوقيت لهذه التصريحات لمقتدى الصدر كيف قرأته؟ يعني أنا ما أراه أن هذا التصريح ما هو إلا تعبير عن التنافس السياسي الموجود بين الأطراف الشيعية نفسها. الصدر ينظر إلى هذه الميليشيات على أنها الذراع العسكري للمالكي، وأنها ستكون داعم وقوي للمالكي في الانتخابات القادمة، وهو بالتالي يحاول أن يحجم من قدرة المالكي على الفوز في الانتخابات القادمة من خلال حل تلك الميليشيات. هذا الأمر لو كان له تفسير آخر، وإلا لماذا لا يبتدئ بنفسه؟ لو كان الصدر يقصد بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة فقط وتأسيس دولة جديدة لا يكون فيها رخصة للسلاح فقط إلى القوات الرسمية، فهو لديه ميليشيا سرايا السلام التي تعدادها عدة آلاف وتحمل السلاح بدون أي وجه شرعي أو قانوني لميليشياته. وبالتالي لو كان هو فعلا يريد حصر السلاح بيد الدولة لابتدأ بميليشياته. الأمر يندرج ضمن التنافس السياسي. الشيء الآخر يعني ربما يفسر دعوة الصدر بحل تلك الميليشيات هي بالون اختبار لمعرفة ردود الأفعال بعد ما بدأت هناك بعض التمايزات بين الأطراف الشيعية، فهناك شيء جديد بدأ يبرز على الأطراف السياسية الشيعية بأن بعضها تحاول الخروج من عباءة النفوذ الإيراني بدليل زيارة الصدر إلى السعودية، وكذلك يعني شخصيات أخرى زارت السعودية، وتطمح السعودية طبعا لمحاولة سحب الشيعة العراقيين
باسم العروبة من النفوذ الإيراني، لكن يا ترى إلى أي مدى ممكن أن تنجح في هذا الأمر؟ هذا كله ممكن تكشفه الأيام القادمة، لكن هناك خطورة أنه كل هذا الذي يدور ربما يكون هي لعبة إيرانية لمحاولة تحييد الطرف السعودي في المعادلة العراقية أو في المعادلة السورية. فكما تعلم أخي الكريم، البارحة تم تداول خبر عن وزير الخارجية السعودي بأنه قد أخبر فصائل المقاومة السورية بأنها يجب عليها أن يعني توافق أو تقر بوجود الأسد للمرحلة الانتقالية القادمة، وهذا كان من أهم شروط المعارضة المسلحة السورية بإزالة الأسد من تلك الفترة. هذا ما يدلل على أن هناك يعني محاولة من إيران والسعودية، كل واحد من هذه الدولة تعطي بعض التنازلات للآخر للوصول إلى صيغ توافقية ممكن ترضي الطرفين. يعني ربما يكون هذه أحد التفسيرات لسماح إيران بذهاب بعض الشخصيات الشيعية العراقية إلى السعودية. هل الهدف دكتور نزار تحييد الدور السعودي فعلا في المعادلة العراقية والسورية مثل ما تحدث الأستاذ نظير؟ يا سيدي، بكل تأكيد تحاول إيران أن تحيد الدور السعودي جهد الإمكان تجاه الملفين السوري والعراقي، ولكن للسعودية أيضا وجهة نظر، وتحاول عبر دبلوماسيتها النشيطة وصبرها أيضا، ومعروف عن الدبلوماسية السعودية هي أنها طويلة النفس وتتمتع بالأنات، وأيضا ما كان يعرف بالحكمة السعودية. وإن كان الأمر قد تغير في الآونة الأخيرة إلى حد ما، ولكن هذا هو السائد عن وجهة نظر المحللين السياسيين والصحفيين بالسياسة أو الدبلوماسية السعودية. ولكن من يستطيع أن يستدرج من إلى النقطة التي يريدها؟ هل السعودية تستطيع أن تستدرج الميليشيات أو المكونات الشيعية العربية في العراق إلى المربع الذي تريده كي توجه ضربة ما إلى الداخل الإيراني؟ كما قال محمد بن سلمان بأن إيران لن تكف عن تدخلاتها في الساحة العربية ما لم يتم نقل المعركة إلى داخل إيران. بمعنى، هل تستطيع السعودية عبر هذه الدبلوماسية أن تنقل المعركة إلى تساؤل داخل الشارع الإيراني؟ ليس بمعنى المعركة أن تكون معركة بالسلاح، وإنما يمكن أن تكون معركة بالتساؤل. لماذا ورطنا أنفسنا بمعارك كثيرة خارج حدودنا وخاصة في سوريا وخسرنا كل هذه الخسائر؟ هل يمكن أن يكون العرب خارج إطار اللعبة والسيطرة، أم أن إيران قادرة تحت شعار المذهب أن تسيطر على الجميع؟ وما هو رصيد إيران مذهبيا في الشارع السوري إن كان لها رصيد حقيقي في الشارع العراقي؟ وإن كان هذا الرصيد قد بدأ يتعرض إلى تساؤلات جدية عن حجمه الحقيقي. أنا أعتقد بأن إيران لا يمكن لها أن تحقق الطموح الذي تريده بإقصاء السعودية عن دورها السياسي والدبلوماسي، لأنها تمتلك رصيدا قوميا على الأقل من خلال اللغة العربية ومن خلال الانتماء للمشروع العربي وشعور العرب بأن السعودية جزء من المشروع العربي في الوقت الحاضر، حتى وإن كان هناك اختلاف جدي في التفاصيل أو اختلاف بجدول أولويات أو اختلاف وجهات نظر بشأن هذه السياسة هنا أو هناك، أو أن السعودية لا يمكن أن تستجيب للتفاصيل بشكل متسارع، أو أنها تبحث عن مكاسب آنية وتترك الأهداف بعيدة المدى معلقة على مجب الانتظار الطويل، وخاصة بأن اللاعب الأمريكي يحرك أيضا كل أدواته من أجل تحقيق مصالحه الخاصة بعيدا عن مصالح إيران والعرب على حد سواء. أستاذ نظير، يعني لم تعترض الولايات المتحدة على تعاظم النفوذ الإيراني الذي تزايد بعد احتلال العراق باستخدام القوة الناعمة التي ربما جعلتها تتمتع بقدر كبير من النفوذ السياسي والثقافي.
ولكن هنا يعني مع هذه المحاولات إن كانت نجحت أو لم تنجح من إقصاء الأطراف العربية بالحديث عن لبة الموضوع وهو الحشد، يعني هيئت بالطبع الولايات المتحدة كما تعرفون المناخ والساحة لإيران لتكون القوة الوحيدة المؤثرة أو الأكثر نفوذا وأكثر تأثيرا في العراق بعد الاحتلال حتى اللحظة. كيف ستتعاطى الولايات المتحدة مع ملف الحشد مع هذا الجدل الذي يحدث بشأنه بين أطراف العملية السياسية؟ الولايات المتحدة وبالذات القوات الأمريكية في العراق هي لحد الآن مستفيدة من قوات الحشد. فيعني كما نرى الآن في سوريا القوات الأمريكية تجد معاناة كبيرة في إيجاد مقاتلين على الأرض يحققون أغراضها في قتالها سواء لداعش أو لأعداء آخرين، لذلك هي اعتمدت على قوات كردية لتجعل من عندها هي القوات البرية بالنسبة لها. لكن بالنسبة في العراق هناك الحشد الشعبي هو يقوم بالدور وما زالت الولايات المتحدة هي مستفيدة من عنده، لكن يا ترى هل هي على استعداد أنه تبقى على نفس العلاقة على المستقبل البعيد؟ أنا لا أتوقع ذلك، ولكن ربما تجعل من هذه القوة المسلحة تجعل هناك يعني بأسها فيما بينها إذا انتهى القتال مع الأطراف التي تقاتل الآن المتمثلة في داعش. فمن الممكن أن يكون هناك صراع جديد وتحاول أن تذكي نار الولايات المتحدة فيما بينها داخل الوسط وجنوب العراق، هذا يعني أحد الأسباب. أما لماذا اعتمدت الولايات المتحدة ومنذ بداية الاحتلال على إيران ويعني الاستفادة من نفوذها في تطويع الشعب العراقي؟ فكما تعلم أن الضغط الذي شكلته المقاومة العراقية في حينها وصل إلى درجة أن القوات الأمريكية لا تستطيع أن تجد حلول ناجحة للتخلص من هذه الورطة، وبالتالي استعانت يعني إيران وبمواليها من العراق عبر ميليشيا بدر وغيرها من الميليشيات التي شكلت ما بعد الاحتلال لمحاولة ضرب المقاومة العراقية وإنهائها، وقد نجحت في ذلك المشروع نجاحات كبيرة. نعم، ولكن هناك يعني طرف مغيب وضحية في كل ما يجري، يعني الذي يجري الآن على الأرض هو طرف يعني إلى الآن هو يعني يتأذى بشكل كبير وهم المدنيون الآن في العراق وكذلك حتى في سوريا. يعني ما يحصل الآن في المنطقة يعني المتضرر ربما الأكبر هو المدنيون العزل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار في موضوعنا ماذا يعني قول عبادي الحشد باق تقوده الدولة والمرجعية. كونوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على تصريحات العبادي التي قال فيها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إن الحشد باق تقوده الدولة والمرجعية. بالعودة إليكم أستاذ نظير كندوري، يعني بالتأكيد داعش ارتكبت المجازر بحق المدنيين، وأيضا هناك اتهامات من قبل منظمات دولية للميليشيات ميليشيا الحشد بارتكاب نفس المجازر على نفس المستوى، إلا أن هناك يعني سكوتا
أو عدم تحرك للوضع حد لهذه المجازر ضد المدنيين العزل تحت يافطة داعش؟ يعني هناك مدنيون يدعشنون تحت حجة محاربة تنظيم داعش، ما مدى خطورة ذلك؟ يعني أنا أرى أن سواء كانت داعش أو الميليشيات فهما وجهان لعملة واحدة، بل أنا يعني أكاد أجزم بأن من يديرهما هو واحد، طرف يمثل على أنه يمثل الشيعة وطرف آخر على أنه يمثل السنة. وقد يعني ظاهرة داعش كانت يعني وقعها ثقيل جدا على المكون العربي السني، سواء كان في العراق أو في سوريا أو بلدان أخرى. تمت يعني استطاعت إيران وغيرها من الدول الغربية على رأس الولايات المتحدة أن توجه ضربات قاسمة لهذا المكون وإلى الصحوة الإسلامية التي ظهرت في كثير يعني هو من الهدف هو المجتمع العراقي، الهدف من خلال ذلك هو ضرب المجتمع العراقي ومكونات وأواصر المجتمع العراقي. يعني هو بالضبط أن يعني مصلحة الشعب يعني أو الناس هي آخر شيء يفكر فيه سواء الولايات المتحدة أو إيران. كما تعلم إيران هي لا تقاتل بأبنائها، هي تقاتل من خلال ميليشيات ذات جنسية أخرى غير الجنسية الإيرانية، ويعني تتاجر بدمائها وتدخلها في حروب تحقق مصلحتها يعني إيران، ولكن لا تدفع ثمن تلك المعارك من دماء أبنائها. وهذا نجحت فيه نجاحات كبيرة سواء في العراق أو سوريا أو اليمن أو حتى يعني في البحرين. هذا الاستراتيجية التي اتبعتها إيران كانت رد فعل على الحرب العراقية الإيرانية التي دفعت فيها آلاف القتلى في حرب طاحنة لمدة 8 سنوات، فأخذت عبرة بأن هذا الدرس الذي لقنه العراق لإيران في تلك السنوات أنها لا تدخل في حرب إلا من خلال آخرين، وهي نجحت في هذا الأمر. الآن هي تسيطر على العراق بطريقة شبه كاملة من خلال أتباعها الموجودين في العراق والمحسوبين عليها، وكثير منهم من يفتخر ويجاهر بالقول إن ولاءه لإيران وليس لوطنه العراق. هذا الأمر يعني كل وسائل الإعلام غطته. دكتور نزار، يعني هناك من يرى بأن مخاطر كبيرة تهدد المجتمع العراقي بشكل كبير خصوصا المرحلة المقبلة. تصريحات لهاد العامري أحد قادة الحشد الشعبي يقول فيها: هناك معركة فكرية ضد حواضن داعش ونحتاج إلى حشد فكري. ماذا يقصد بهذا التصريح دكتور نزار؟ أظن أنه توصل إلى نتيجة منطقية واحدة بأن الحل الأمني لا مكان له في القضاء على أسباب التوتر، فالظلم مزرعة للتطرف. ولو أن هذه الدولة وهذه السلطة قد لجأت إلى الخيارات الصحيحة لما كان هنالك حركات متطرفة تزعم بأنها تتحرك باسم هذا الطرف أو ذاك. فالظلم زرعته قوى، يراد لقوى متطرفة أن تشهر السلاح وتعيش في ظل ظروف استثنائية للبلد. ولكن إلى متى يمكن أن يبقى حال العراق على هذا النوع؟ هل أن الخيار الأمني هو الحل المثالي؟ أصلا هادي العامري من حملة الشعار بأن القضاء العسكري على التطرف أو على داعش أو أشباهها هو الحل الوحيد، ولكن ماذا جعله يتوصل إلى هذه القناعة؟ هل هي علاقته أو علاقة فيلق بدر التي أشير إليها بشكل صريح منذ عام 2011 في تقرير رايان كروكر السفير الأمريكي السابق الذي صدر هذا التقرير صدر مؤخرا، وقال بأن الولايات المتحدة كانت تحتفظ على الدوام بعلاقات استخبارية مع تشكيلات هادي العامري أو فيلق بدر وأنها تنسق معه؟ هل أن هذا التنسيق هو الذي دفعه إلى هذه القناعة، أو أن إيران وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى نقطة الصفر بحيث أنها لا تريد أن تستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية؟ لأن يعني دكتور نزار، يعني إلى أي مدى ترى أن إدارة الدولة
على هذا النحو بجعل ميليشيات تديرها أو تقودها مرجعية داخل إطار الدولة؟ إلى أي مدى ترى أن إدارة الدولة بهذا النحو يؤدي بالتالي إلى تأسيس دولة مدنية أو إلى إنتاج دولة مدنية؟ طالما أن الميليشيات هي التي تتحكم بتلابيب القرار السياسي، وطالما أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خاضع بكل إجراءاته وتفكيره وتفاصيل ما يتخذه من قرارات وقوانين يخضع لقيادات هذه الميليشيات اعتقادا منه بأن مصيره مرتبط بها أو بالمرجعيات التي ترتبط بها في طهران أو غيرها، فإن لا سلطة شرعية يمكن أن تعبر عن إرادة الشعب وتعطيه فرصة للتحرك بحرية ومرونة ديمقراطية أو مرونة قانونية كافية. لذلك أظن أن مستقبلا مشرقا للعراق لا يمكن أن يتحقق في ظل العملية السياسية بكاملها على الإطلاق. المستقبل يمكن أن يكون مرهونا بحالة جديدة تبدأ تباشر من نقطة الصفر، تبدأ أصلا بإلغاء الدستور الحالي الذي شرعنا لكل سلبيات المرحلة ووضعها أو بناها على أسس المحاصصة الطائفية العرقية. نعم أستاذ نظير أبو مهدي، المهندس أحد قادة الحشد الشعبي، هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، يقول: أفتخر أن أكون جنديا عند قاسم سليماني، وهو طبعا القائد الفعلي للحشد ويتحدث بهذه الطريقة، يقول أنني أفتخر أن أكون جنديا لدى قاسم سليماني، أي أنه يعني يفتخر أن يكون جنديا تحت قيادة قاسم سليماني داخل الحرس الثوري الإيراني، كيف تعلق على ذلك؟ يعني ما أرى أننا نعيش زمن يخون فيه المؤتمن ويؤتمن فيه الخائن. هذا الرجل يعني يفتخر بأنه قد خان بلده وولائه لغير بلده، بل ولائه لدولة حاربت بلده لسنين طويلة وما زالت تعيث في بلده فسادا. هذا الأمر لم يقتصر على أبو مهدي المهندس، بل كان هناك قيادات أخرى لها تاريخ خياني لبلدهم ومفضوح أمام العالم. كما تعلم وثقت كثير من مقاطع الفيديو كيف كان هادي العامري يقاتل إلى جانب الجيش الإيراني في حرب الثمانينات بين العراق وإيران، وهو يفتخر أنه كان يقاتل أبناء شعبه مع جيش كان يريد أن يحتل بلده. ما أراه أن أبو مهدي المهندس وغيره يعني الذين أيضا لديهم هم مطلوبون دوليا، كان ساهم في تفجيرات في الكويت وفي لبنان، وكثير من العمليات الأرهابية قادها هذا الرجل في سنوات سابقة، وهو الآن يقود حشد شعبي ليس ولاءه للدولة العراقية، إنما ولاءه لدولة أجنبية يعني لا تمثل مصالح البلد. وهذا يعني نحن نعيش في زمن لا يختلف عن الاحتلال بشيء، نحن نعيش الآن احتلال إيراني حقيقي من خلال تلك الميليشيات، بدليل أن ليس لديه أي يعني ولاء لهذا الوطن ويفتخر بولائه لدولة أجنبية. بالله عليك يعني لو أي شخص يصرح في أي بلد ما بولائه لدولة أخرى غير دولته، ماذا سيكون رد فعل حكومته؟ ألا يخون ويتهم بالخيانة العظمى، بينما في العراق يقدم ويعتبر من قادة الدولة على اعتباره قائد لقوة تابعة للحكومة العراقية. دكتور نزار، يعني بالتأكيد تنظيم الدولة أو داعش ارتكبت المزيد من المجازر ضد المدنيين، وهم دخلاء إلى العراق، تم إدخالهم عن طريق الحدود، وكان هذا يعني مسؤولية يعني الجيش المفروض أن يكون هو حامي الحدود في العراق. لماذا برأيك يزج بأبناء الوطن لمعارك ومطاحن عن طريق قادة ولاؤهم لإيران؟ يعني يا سيدي، مهما كانت الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة داعش في العراق، ومهما كان حجم المآسي التي خلفها، فإن تلك الجرائم لا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي. هذا من جهة.
من جهة أخرى لا يمكن لي أن أقارن بين جرائم ارتكبتها ميليشيا واجبها أو اختصاصها القتل والخوض المعارك بلا هدف مع قوات حكومية ترتدي البزة الرسمية وتتبع قيادة عسكرية عليا. إذن تلك ميليشيات وهذه قوات حكومية، فالمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الدولة ليست كالمسؤولية التي تقع على عاتق تنظيم ورد إلى العراق من خارج الحدود. لذلك أقول هذه القوات التي دخلت من خارج الحدود كان يراد لها أن تدخل من أجل زج العراقيين في معارك داخلية مع بعضهم البعض وخوض معارك تمنع وصولهم إلى استقرار يتيح لهم فرصة بناء العراق على أسس حديثة ويخلف تجربة كان بالإمكان أن تكون واعدة في هذا العالم المضطرب، وكان العراق في حينها هو عصر التوازن في منطقة الشرق الأوسط. مطلوب من العراق أن يكون ضعيفا، وهذا مطلب تريده دول الجوار، ويستقيم في ذلك معظم الدول المجاورة سواء كانت عربية أو غير عربية، وخاصة دول المشرق العربي والجنوب العربي، أقصد مشرق العراق كإيران وداخل الحركة الكردية وأيضا الكويت، وتستقيم في ذلك أيضا قوى أخرى ربما لا تريد العراق أن يكون قويا، على الرغم من أنها شعرت بالمحنة التي خلفها احتلال العراق وسقوط تجربته الوطنية على أيدي الدخلاء من قبل الاحتلال الأمريكي البريطاني. لماذا أستاذ نظير، يعني تحدث الدكتور نزار على أنه هناك دول إقليمية تريد من العراق أن يكون ضعيفا، لماذا مطلوب من العراق أن يكون ضعيفا؟ لماذا تعمل جميع القوى الدولية والإقليمية وبعض الإقليمية منها على أن يكون العراق ضعيفا؟ يعني أنا ما أراه أن هذا المطلب ربما يعود للتجربة التي يعني عاشها العراق في فترة ما عندما امتلك قراره السيادي، أصبحت له قوة عسكرية كبيرة، إضافة إلى أن هناك نهضة علمية حدثت فيه ونهضة صناعية، ربما كان يؤسس لمشروع عربي متكامل يشكل خطر كبير على يعني إسرائيل التي هي ربيبة الغرب، ويشكل خطر على كثير من أجندات الدول المجاورة لها. لكن أنا ما يعني أستغرب من عنده هو رغبة بعض الدول العربية أن يكون العراق ضعيفا، بالرغم من أن العراق كان حائط صد لطموحات إيران في التوغل إلى يعني غرب العراق وعلى حساب دول الخليج أو سوريا أو الأردن. التصريحات التي كانوا يصرح فيها قادة إيران في بداية وصولهم إلى الحكم في إيران هو الوصول عبر العراق إلى سوريا والأردن ودول الخليج، لم يستطيعوا ذلك عندما كان العراق بقوته وعافيته، ولكن تم تحقيق هذا الشيء عندما انهار العراق على يد الغرب وبمساعدة بعض الدول العربية وإيران. أنا ما أقول أن الحقد الذي يعني أعمى بصيرة بعض الحكام العرب بسبب الحماقة التي ارتكبت في احتلال الكويت، هذا جعلهم يغضون البصر عن كون العراق هو مصدر قوة لهم وليس مصدر خطر. هذا الأمر جعل تفتيت العراق أن يشكل لهم يعني خطر كبير من قبل إيران، يدفعون الآن مليارات الدولارات لأجل الحيلولة دون خطر إيران، ولكن لا ينجحون في هذا الأمر. الآن الدول الخليج في جنوبها هناك حرب لأطراف موالية لإيران، وفي سوريا حرب لأطراف موالية لإيران، وكذلك في البحرين، ومؤخرا ما حدث في الكويت. طيب. وربما يتوسع هذا الأمر إلى أن تبتلع دول أخرى غير سوريا والعراق. قبل أن نختتم حلقة دكتور نزار السمرائي، يعني هذا الخلاف أو هذا الجدل بشأن حل الحشد بين أطراف العملية السياسية إلى أي مدى ترى أنه سيصل؟ هل فعلا ربما الأيام المقبلة ستشهد حل الحشد مثلما طالب البعض بتقنينه، أم أنه سيبقى مثلما صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ حيدر العبادي أو أي قوة أخرى لا يمكن أن
تظهر قرارا بحل الحشد الشعبي بصورة مباشرة، ولكن هذا الحشد أو الميليشيات المتفرقة والتي تقف تحت مظلة الحشد لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل مطلق اليد، وأظن أنها يمكن أن تشكل وصفة ممتازة لصراعات دموية تستدرج المجتمع العراقي وخاصة في جنوب العراق إلى حروب أهلية وحروب سياسية بين الكتل السياسية الشيعية خاصة. لذلك ربما يكون من المناسب استخدام القوة لوضع حد لمثل هذه الميليشيات، ليس المفلتة وإنما جميعها مفلتة، ونزع سلاحها بطريقة ما ربما يمكن أن تعتمد على قوة الجيش إن كان يمتلك إرادة سياسية، أو القيادة العامة للقوات المسلحة إن امتلكت هذه الإرادة السياسية، وبمعزل عن النفوذ الإيراني. نعم أستاذ نظير، في دقيقتين لو سمحت، يعني تعقيبا على ذلك، يعني هل نستطيع القول بأن كل هذا الجدل بشأن الحشد وهذه السلسلة التي حدثت وتتوالى منذ عام 2003 وحتى اللحظة هدفها إضعاف العراق؟ بالتأكيد هو هذا أحد أهم الأهداف التي يطمح لها، سواء كان يعني إيران أو الولايات المتحدة أو حتى دول الجوار. عندما تتعدد يعني مصادر القرار، عندما تتعدد مصادر القوة وربما تتجاذب وتتنافر، هذا يجعل من الدولة العراقية دولة ضعيفة وبلد ضعيف متناحر بين أطرافه. ما أقوله أن موضوع حل الميليشيات أو بقائها ليس هو قرار بيد العبادي أو غيره من القيادات، إنما هو مرتهن بإرادة إيران وربما إرادة الشعب العراقي. لو الشعب العراقي وصل إلى قناعة بأن هذه الميليشيات هي خطر على مستقبله وخطر على شعبه، ربما يستطيع أن يفرض حل هذه الميليشيات. الآن هل يستطيع الشعب العراقي اللي هو مجرد من السلاح، مجرد من القوة، أن يقف بوجه سطوة ميليشيات؟ لا يستطيع. الشعب العراقي أو أي شعب في العالم لديه سلطة الشرعية، هو من عنده تستمد كل السلطات قوتها وشرعيتها. ما أقول أن الشعب العراقي وبالذات المكون الشيعي الآن يتم التلاعب به على أن الحشد الشعبي بقاءه يعني بقاء الشيعة بالعراق، بمعنى رهن بقاء هذا المكون الشيعي العراقي مرتهن ببقاء هذه القوة العسكرية، على أن يعني يريدون أن يحاولوا إقناع السذج والبسطاء منهم بأن غياب الحشد الشعبي يعني غياب المكون الشيعي، وأن بقية المكونات سوف تقتلهم وتطردهم من وطنهم، وهذا سذاجة سياسية كبيرة. وقتما يصل المستوى الوعي عند الشعب العراقي وبالذات المكون الشيعي بأن هذه الميليشيات هي خطرها أشد من خطر تنظيمات أخرى، ربما نصل في حينها أو تتمهد الأرضية يعني إلغاء وحل تلك الميليشيات وغيرها من المنظمات الإرهابية. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور نزار السمراي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من عمان عبر الهاتف، شكرا لك دكتور نزار. وأيضا أشكر السيد نظير كندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك أستاذ. حياك الله. تقبل مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وإلى لقاء آخر، في أمان الله.